عودة لحضراتكم مرة أخرى، ولسه مكملين حلقتنا من ملوك الصالات. ومنورنا وشرفنا النهاردة واحد من نجوم الزمالك بالتأكيد، ومن الصفقات المحترمة جدا اللي يمكن بس السنة دي ما حالفناش الحظ إن هو نستفاد بيه بأكبر قدر ممكن، ولكن إن شاء الله هيكون متواجد مع كوماندوز الياد في أقرب وقت ممكن. منورني وشرفني النهاردة كابتن محمد مسيوني مودي، إحنا متعودين على مودي، فعارف لما بقول الاسم كامل كده بحس إنه محدش فاهمه مين لسه. مين منورنا وشرفنا وسعيده جدا كمان بتواجدك معايا النهارده يا مودي. ربنا، انا اسعد يعني، ربنا يخليك. طيب في البدايه عايزين نطمن على رحله العلاج، وصلت لحد فين؟ امتى هتبدا التاهيل؟ هترجع للتدريبات امتى؟ يعني كلمنا كده الموضوع من ساعه ما حصل لحد دلوقتي. والله هو من ساعه الاصابه لما كنا في المعسكر بتاع اسكندريه و جالي الاصابه هناك، على طول بعديها عملت العمليه وبدات تاهيل مع دكتور محمد شوقي دكتور المنتخب طبعا. والحمد لله يعني احنا بدانا بعد العمليه يمكن بخمس ست ايام، ما استنيناش، والحمد لله ماشيين في الطريق كويس. احنا بقالنا اهو 3 شهور اعتقد. هي العلاج الطبيعي بتاع الرباط الصليبي عاده بياخد من 6 لـ7 شهور 8 يعني حسب تجاوب رجلك وحسب لما اللعبه اللي انت بتلعبها، وطبعا الهاندبول لعبه عنيفه جدا صعبه او عنيفه، فاحنا ماشيين اون تراك الحمد لله. وهنشوف بقى المفروض العوده يعني اخلص 6 شهور العلاج بتاعي في شهر، على اخر شهر 3 ان شاء الله، وهنبدا ننزل الملعب واحده واحده ونشوف ربنا يسهل ان شاء الله. نفسيا كمان بيبقى الموضوع ليه دور كبير جدا. أكيد طبعا، وأكيد أنا أول 2 أسبوع 3 بعد العملية كان الموضوع صعب أكيد، بس الحمد لله يعني أنا عملتها قبل كده في 2015 وكان الناس كتير. عملت صليبي قبل كده؟ في رجلي التانية. أوكي. وكانت الناس كلها برضو الصليبي وعملية صعبة، هي طبعا عملية صعبة بس هي كله قال لي محدش بيرجع منها كويس. انا الحمد لله رجعت من اول عمليه، ما شاء الله ترجع احسن من الاول. ولعبت مع المنتخب كاس عالم ولعبت اولمبيات وبعد الصليبي، فده اللي مخليني نفسيا مش قلقان طبعا. عادي، هو الموضوع هي اصابه زي اي اصابه. صحيح. مشكلتها اللي هي بتاخد وقت. يعني هي مشكلتها عيبها الرباط الصليبي اللي هو بياخد وقت طويل، مش زي لو جالك انكل سبين ولا حاجه بتاخد لك 2 أسبوع 3، لكن دي بتاخد 6 شهور. بس بالعكس بقى بتشوف كل المشاكل اللي عندك في جسمك وتعالجها بالمره، تطلع كده ايه صحيح. عامل كل الصيانه يعني زي ما بيقولوا يعني. بص يعني اللهم بارك، يعني انا عاجبني كمان استقبالك للموضوع، واصل احنا عندنا دايما بقعد اقول الاكسبريشن ده، يعني اي حد عندنا بيجي له دور برد مثلا في الحياه يقول لك اشمعنى انا يا رب انا مبتلى وبتاع، فهو اصلا يعني ده في حد زي انا بقول ان عمليه الرباط الصليبي كمان فيها جانب كبير نفسي. أكيد. نفسي وقت التاهيل واستعدادك، ونفسي وقت نزولك الملعب، لان دايما الناس بتخاف من فكره يعني بلغه الرياضه كده ان ركبتك تخونك ان مش عارفه ايه، فبتبقى قلقان في النزول الملعب. فكره ربنا يكملها لك على خير، واللهم بارك استقبالك للموضوع بصدر رحب، وانه عادي وانه ما فيش مشكله وبتاع، ده في حد ذاته انا بشوف انه بيخليك تقطع شوط كبير جدا في مرحله العلاج ان شاء الله. ان شاء الله. طيب انا طبعا شفتك يوم ماتش الاهلي متواجد وبتتابع معظم المباريات، قول لي شفت الفريق ازاي خلال الفتره اللي فاتت، خاصة لما ما حالفهمش الحظ في البطولة الإفريقية والبطولة العربية. طبعا أنت إصابتك كانت أصلا في فترة الإعداد في معسكر برج العرب، صح كده؟ فما لحقتش معاهم حتى السوبر المصري اللي هو كان في البداية خالص. فلما حصل موضوع البطولة الإفريقية والعربية حسيت إنه إحنا رايحين على فين والدنيا ماشية إزاي، وبعدين رجعوا خسروا من سبورتينج. سبورتنج الفريق اللي هو دايما يعني مالناش دعوه انه ناديك القديم اللي دايما عنده مفاجآت كده في اوقات غير مناسبه خالص، فقول لي شفت الموضوع ده ازاي، وتوقعك لاول مباراه قمه بعديها، يعني عايزك تكلمني اكتر عن القصه دي. والله هي اللي حصل طبعا ان انا اكيد اصابتي يعني جت في توقيت مش كويس قبل السوبر المصري، بس الماتشات هي كلنا بنشيل بعض، خلينا نقولها كده. اكيد في لعيب بيفرق عن لعيب، واكيد في لعيب عنده مميزات والتاني عنده مميزات اكتر. بس بتشيلي يعني احنا لعبه جماعيه، بتشيلي واحد من المعادله، بتحطي واحد مكانه هيقوم بنفس دوره ويمكن اكتر.
وده اللي حصل. لا بس معلش احنا مفتقدينك جدا يا فندم يعني. بنشيل واحد ونحط واحد. وصحيح لوكا بصراحه عمل دور عظيم جدا جدا خلال الفتره المقبله يعني جدا محدش يقدر ينكر ده. فولي كمان فولي بيلعب هوافسه برضو عامل مستوى محترم جدا مزبوط. ولكن كروتيشن وكمنظومه متكامله وككل الحاجات الحلوه دي انتوا كلكم على بعضكم كده لازم يبقى كله متواجد بالظبط. فطبعا الموضوع بيفرق بشكل كبير جدا. فاكيد غيابك مؤثر جدا جدا وغيابك فارق بشكل كبير جدا معانا. فمحدش ابدا يقدر ينكر دور مودي ولكن ان شاء الله عودتك في اقرب وقت هتفرق معانا بشكل كبير. يمكن ده خلال المباريات اللي فاتت ولكن مباراة الاهلي بقى شفتها ازاي؟ انهي واحده فيهم؟ لا الاخيره الاخيره اخر واحده في لان نهاية كان الدول. في ظل ظروف صعبه كلنا عارفينها وازمه ماليه بيمر بيها النادي وكل الكلام ده فتوجه فريق مستقر تماما. فده بقى شفته ازاي انه هقول لك حاجه هو يعني الفوز و6-0 في بدايه اللقاء وكل الكلام ده هو ميزه المجموعه اللي موجوده بصراحه يعني ان لما بتنزل في ماتشات القمه مفيش اي حاجه بتشتتك يعني مفيش اي حاجه بقى انا عندي ايه في البيت انا عندي ايه بظروف النادي انا بقالي قد ايه ما اتمرنتش انا راجع من اصابه انا غيابات كتيره انا 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 في 500 سبب ممكن يتقال صحيح بس هي ما بتبقاش انا نازل وعندي اسباب اللي انا ممكن اخسر لا هو نازل ما عنديش عندي اي دوافع ما عنديش اي فرصه ان انا اخسر ماتش زي ده انا كده كده نازل اكسب وده اللي حصل في الماتش اللي فات. هو في الاول في الاخر برضه احنا كسبنا فرق واحد بدايه الماتش كانت في صالحنا وقدرنا نطلع 6-0 بس هو برضه لو يعني ركزتي في الماتش هو احنا كان عندنا مشكله ان اللعيبه تعبانه اللعيبه جايه من سوبر مصري في بطوله عربيه في بطوله افريقيا في دوري في زنقه ماتشات في الدوري كلها طبعا الموضوع كان مش وعدد اللعيبه الاصابات كانت كتير في 3 4 لعيبه مصابه فده طبعا بيعمل مجهود بدني عالي قوي على الناس اللي موجوده صحيح فبس الحمد لله برضو يعني انت بتقولي لوكا والفولي دخول الفولي في اخر 5 دقائق او 7 دقائق في الماتش جاب جونين فرقوا معانا جدا طب. وهو كان واحد نازل فش ما كانش لعب الماتش كله صحيح. فهي دي الحاجات اللي بتفرق في الماتشات طبعا دي بتبقى راجع للمدير الفني امتى ينزل وامتى يطلع بس هو اختار ينزل واحد فش مش تعبان خالص في الماتش في اخر 10 دقائق واللعيبه كلها تعبانه قدر اللي هو الجون كمان مش حافظه يعني الجون مش محدش يعرفه خلينا نقولها كده مش عارف زواياه مش عارف احنا كانت احسن فترات لينا اول ما طلعنا واحنا عندنا 17 18 سنه صحيح انا هعمل اي حاجه محدش متوقعها بالظبط مع الوقت متوقعني مع الوقت بيبدا ده لعيب كويس نركز معاه لكن هو دي كانت الميزه يعني في نزوله وبصراحه فرق معانا جدا وقدرنا ناخد الماتش هو في الاول في الاخر هو الماتش مش هيحسم بطوله بس هو ماتش قمه نفسيا بتفرق طبعا صحيح. جدا مع الفريق وتقدر على الاقل تاخد الانترناشونال بريك بتاعنا اللي هو شهر ونص بتاع المنتخب الناس نفسيا كويسه والناس مبسوطه صحيح. والناس احنا خسرنا بطولات في اول السنه بس لا احنا وقفنا على رجلينا تاني وان شاء الله باذن الله ماشيين اول دوري وان شاء الله نقدر نحافظ على اللقب يعني اكيد عارف قبل المباراه يعني كان مباراه القمه الاخيره يوم الاثنين انا كان اخر حلقه عندي السبت وقتها قلت ان انا متوقعه انه هيكون في مولد نجم في المباراه دي زي ما كلكم يعني مثلا مودي اول ظهور ليه اكيد انت صحيح ما كنتش في الاهلي او زمالك بس اول ظهور ليك اكيد كان في مباراه اهلي او زمالك ده اكيد فهو انا وقتها قلت انه هيكون انا متوقعه انه هيكون مولد نجم في المباراه دي متوقعه انه هيكون من الشباب ومتوقعه انه هيكون فولي انا توقعتها يعني حسيت وده ما كانش تكهن ولا حاجه خلال اللي كان عامله في الماتشات اللي قبليها وماتيو كان بدا يدخله واحده واحده في المباريات فطبعا يعني ظهوره كان حاجه عظيمه جدا يمكن كورتين او جونين كانوا مفتاح فوز يعني بالظبط هو فولي اصلا هو لعيب كويس جدا جدا يعني هو لسه عنده 20 سنه بس هو فجاه لقى نفسه في وش المدفع زي ما بيقول صحيح فدي ساعات بتيجي مع اللعيبه بطريقه كويسه اللي هو دي فرصتي وانا همسك فيها خاصة لو شخصيه وما عندوش الرهبه بقى انه بيترعب في الماتشات الكبيره بالزبط. او بيترعب من اللعب تحت ضغط او الكلام ده بالظبط وهو بصراحه نزل وعمل اللي عليه وزياده هو لازم يبقى ليه دور الفتره اللي جايه صحيح. ما هو انت لازم يكون في مركز عندك لازم يبقى عندك 2 لعيبه صحيح
فلوكا مش هيقدر يشيل 60 دقيقه أكيد. بنفس الكواليتي والسرعه والمجهود خاصه انه شال كتير الفتره اللي فاتت. ما حدش يقدر يعمل كده يعني. لو بصيتي لكل مركز عندنا صحيح. عندنا 2 لعيبه في كل مركز. صحيح. فهو فولي ان شاء الله هيبقى ليه دور في الفتره اللي جايه باذن الله ان شاء الله. طيب انا هستاذنك في بريك صغير كده نريح فيه كلنا ونرجع تاني نكمل كلامنا. هروح لفاصل سريع وبعد الفاصل مكملين كلامنا مع نجم نادي الزمالك مودي. بس بعد الفاصل هنكمل كلام اكتر عن فريق الزمالك وعن مودي شخصيا. فاصل ورجعي. عودة لحضراتكم مرة اخرى ولسه مكملين حلقتنا من ملوك الصالات. طيب كابتن مودي، انت شايف انه جيمس باركر يمكن ما خدش يعني كفايته ومشكلة تأييده والقيد والحاجات دي كلها، انت بتشوف اصلا جيمس باركر ازاي وهو اضافة للفريق ولا لا؟ فكرة ان هو يتأيد خلال الفترة اللي جاية والاجراءات دي تخلص هيفرق مع الفريق قد ايه؟ شفت مستواه اصلا في البطولة العربية والافريقية تقريبا، هو شارك في الاثنين يعني، شفته ازاي؟ يعني كلمني عنه اكتر. بصي انا كده كده ما حضرتوش في التمرين، انا اتفرجت عليه زي الناس كلها بالظبط. هو لعيب كويس جدا طبعا اضافه، هو بس اتظلم اللي هو جه من يعني جه نادي الزمالك على البطولتين، يعني هو ما لحقش ياخد وقته صحيح. ويحصل كيمستري بينه وبين اللعيبه، هو دخل على بطولتين كانك جايبه محترف يلعب بطوله ويمشي. وطبعا حصلت المشكله اللي هو اول ما جه ما حصلوش قيد. ف انا ما حضرتوش في التمرين. هو لعيب كويس، الفريق محتاج اي لعيب دلوقتي طبعا. يمكن ان شاء الله لو المشكله بتاعته اتحلت ودخل معانا هيفيد ويبقى ياخد وقته بقى اللي هو من شهر 1 ان شاء الله لغايه شهر 5 نهايه الموسم، يكون بقى اتعود على الفريق واتمرن معاه. انا عارف اللي هو اخر فتره بيتمرن مع الفريق برضه، بس ياخد على الدوري المصري واللعيبه بتفرق طبعا، وهو لعيب دولي في الارجنتين، فاكيد هيبقى اضافه للفريق. بس انا ما شفتوش غير في البطوله العربيه وافريقيا، وما ينفعش حد يحكم عليه في البطولتين دول. صحيح. لان هو ما لحقش ينسجم مع الفرقه. صحيح. كمان فكره، على فكره مش هو بس، هو وماتيو لما جم هما الاثنين، عارف انت بادئ الموسم على اللي هو كله ضرب ضرب، مفيش تيمه من الدار للنار على طول، انت بادئ بسوبر مصري، بطوله افريقيه، بطوله عربيه، يعني عارف لما الناس بتبدا بالدوري وتتدرج بالمستوى مثلا من السهل للاصعب وياخدوا على بعض اكتر الدنيا بتبقى معقوله، لكن ثلاث بطولات، اثنين قاريه وواحده عربيه واحده قاريه، وكمان والعربيه كانت مؤهله لكاس العالم للانديه، فمش مش بطولة عادية كده غير السوبر المصري، بتحس انك واخدهم من الدار للنار، فالموضوع بيبقى صعب جدا كده كده. الموضوع صعب لما بداية الموسم بتاعك بتبقي داخلة على أول ماتش ولا ماتشين عندك بيبقى بطولات مهمة، بتبقى صعبة حتى بالنسبة للمدير الفني اللي هو هيخطط، هو بيبقى لسه. ودي حصلت معانا برضه السنة اللي فاتت مع أوليفر، أول ماتش ليه كان السوبر الأفريقي، لو لعبنا الزمالك في صالة حسن مصطفى والحمد لله كسبنا وتأهلنا كأس العالم للأندية. برضه السنة دي نفس النظام، كان عندنا السوبر المصري وبعدين عندنا بطولة أفريقيا وبطولة عربية وتأهلنا لكأس العالم للأندية. فهو الموضوع بيبقى تحدي بدري شويه، خلينا نقولها كده يعني بيبقى بدري شويه على المدير الفني اللي هو لسه ما خدش على اللعيبه زيه زي المحترف بالظبط. صحيح. طيب لو بنتكلم على خساره الزمالك للبطوله العربيه والافريقيه في بدايه الموسم، ودايما الزمالك متعود انه لا، لو حتى في سوبر افريقي في بدايه الموسم، لو حتى في بطوله قاريه، كل الكلام ده والزمالك بيفوز فيه، بيفوز بالبطولات دي بيفرق معاهم نفسيا بشكل كبير جدا، وبيخليهم طوال الموسم بقى يعني النفسية أحسن وفارق معاهم كل حاجة في البطولات المحلية. شايف ان الزمالك البطولتين دول هيأثروا عليه في مشواره اللي جاي سواء على المستوى المحلي أو القاري، ولا لا الناس دي قدرت يلملموا أوراقهم وانه عادي خلاص بطولتين للنسيان؟ أكيد مش هيأثروا علينا في الموسم، يأثروا علينا ان احنا متضايقين ان احنا ما قدرناش نحصد البطولات دي، لان زي ما انت بتقولي نادي الزمالك بينزل كل بطوله هو المصنف رقم واحد. صحيح. البطوله العربيه احنا نزلنا كان الموضوع كان صعب، ما كانش سهل، لان زي ما بقول لك بدايه موسم، مدير فني جديد، احنا مش مكملين مع نفس المدير الفني من السنه اللي فاتت، فهو وادي قطع شوط، لا انت جايبه مدير فني جديد لسه بتكتشفي، وجاي كان في ناس في فرق مدعمه زي الكويت الكويتي والتوجي كان جايب برضه يوسف معروف ده من نادي في الكويت. الظروف ما سمحتش، لان خلينا نقول في الاول في الاخر دي رياضه، احنا الفرقه وصلت لاخر ستيب وخسرت، يعني احنا ما خسرناش مثلا في دور مجموعات، لا احنا خسرنا فاينل،
واحد من التوجي صاحب الارض، ونفس الكلام بطولة افريقيا. مش بديهم اعذار، بس بقول للموضوع ان الناس عملت اللي عليها في بدايه موسم. صحيح. البطوله دي الله اعلم لو كانت في اخر الموسم وكانت المدرب اخذ شويه عن اللعيبه واللعيبه كانت فايقه اكتر، الموضوع كان هيبقى مختلف تماما. صحيح. بس هي الظروف اللي ما سمحت لناش اللي احنا نعمل اكتر من كده يعني. طيب قول لي يعني بصراحه قد ايه الفريق متاثر بفكره الازمه الماليه اللي بيمر بيها النادي؟ بصي متأثر أكيد عشان يعني نبقى واقعيين، أكيد كل واحد في الفريق بيبقى عنده مسؤوليات وعنده ظروف في بيته، كل واحد عنده مشاكل. متأثر طبعا كل لعيبة أكيد. اللي احنا بنحاول نعمله اللي احنا نفصل ما بين الاتنين، اللي دي حاجة ودي حاجة، اللي احنا نفصل ما بين التمرين والماتشات والمشاكل. صحيح. بالذات اللي الموضوع في الأول في الآخر هو مش احنا مش محتاجين اللي احنا نتكلم مع حد في النادي اللي احنا ناخد مستحقاتنا، احنا الأرصدة اللي محجوز عليها يعني انا هتكلم يعني مفيش حاجة في ايد النادي اللي هو يعملها. فاحنا بنحاول اللي احنا نضغط نفسنا وان شاء الله بإذن الله المشكلات تتحل. فكل واحد ومقدرته يعني، في ناس مش هتقدر تستحمل اللي هي تقعد اكتر من كده، وفي ناس هتستحمل نفسيا لان الموضوع في الافريقي صعب يعني. احنا بننزل الملعب عايزين ننسى الكلام ده، بس اللعيبه بتتاثر اكيد. ازاي بتقدروا مودي في الاوض المغلقه ان انتوا تلملموا اوراقكم او ان انتوا تتكلموا في انت واحد من اللعيبه الكبار، مش لسه ناشئ ومش لسه لعيب حتى متوسط العمر، لا انت واحد من الخبرات في الفرقه، فازاي بتقدروا ان انتوا تفصلوا يعني تقدروا تتكلموا وتفصلوا الموضوع وان انتوا لا محتاجين ان احنا يا جماعه نحاول نستحمل شويه نفصل على الاقل يعني. فكرة تستحمل زي ما انت بتقول الاستحمال برضو ليه وقت، لكن هو فكرة ان انا ازاي اقدر افصل، ازاي بتتكلموا بتتكلموا ازاي او بتعملوا ايه؟ هي هو احنا ما بنتكلمش في موضوع كتير، بس لما بنقعد نتكلم يكون عندنا حاجة مهمة زي ماتشات بطولة او ماتشات اهلي او سبورتنج حتى اي فرقة من الفرق اللي بتنافس، بنقعد نتكلم يا جماعة موضوع المستحقات ملوش دعوه بالماتش يعني. زي ما بقول لك هو ده حاجه وده حاجه، فاحنا لازم ننزل الماتش نفصل عن الموضوع خالص. مش عشان لو احنا نزلنا النهارده وخسرنا مش هينزلوا لنا فلوسنا يعني مش هيدونا مستحقاتنا عشان احنا خسرنا. بالعكس، لا انت انزل واعمل اللي عليك وقوم بدورك كله 100%، والباقي لما تطلع من الماتش نبقى نتكلم نبقى نشوف اللي حصل، بس ملهاش دعوه ما تدخلش دي في دي. وده صح. اللي على طول الناس بتقعد تتكلم فيه يعني. صحيح صحيح. طيب عايز تتكلم في اي حاجه تانية ليها علاقه بالزمالك قبل ما نروح للمنتخب؟ لا تمام ان شاء الله. طيب زي الفل. طيب خلينا نروح للمنتخب. شايف المجموعه اللي متواجد فيها منتخبنا المصري ازاي، وشايف حظوظنا عامله ازاي؟ لان في ناس شايفه ان المشكله مش في المجموعه، شايفه بعد كده الطريق بقى. بصي هو احنا في المنتخب دلوقتي احنا بقالنا فتره بنجهز للي احنا فيه دلوقتي يعني احنا بقالنا فتره الاجيال بتسلم بعض علشان ترجع تاني منتخب مصر يفضل في الاربعه اللي فوق. احنا مش عايزينها تبقى حصل طفره واخدنا رابع عالم رابع اولمبياد واخدنا سابع عالم واخدنا ثامن عالم وبعدين نرجع تاني واتنين افريقيا ورا بعض. لا افريقيا الحمد لله احنا على طول المنتخب يعني البطوله اللي احنا بنخسرها هناخد قدامها اتنين يعني. ده في اخر 20 سنه. لكن هو كاس عالم هو اللي انت عايزه تحاولي تفضلي في التوب فور بالظبط على العالم. فحظوظنا احنا يعني انا يعني انت المنتخبات اللي معانا احنا معانا منتخب كرواتيا اعتقد ده اول ماتش كمان منتخب كرواتيا. وحظوظنا في المجموعه دي احنا اذا ربنا كرمنا واخدنا الاول مجموعه هتبقى حظوظك ان انت توصل دور الثمانية كبيرة. لان انت يعني انت كده كده هتخش على المجموعة بتاعت الدنمارك. هتخش معاها في المجموعة اللي بعديها. وهتبقى الدنمارك معاها تونس البحرين بلجيكا. هتخش معاهم بياخدوا ثلاثة اعتقد من هنا وثلاثة من هنا ويعملوا مجموعة واول وثاني بيلعبوا دور الثمانية. فانت لو كسبت كرواتيا من الاول بنسبة 80% انت ضمنتي لا قدر الله حتى لو خسرنا من الدنمارك احنا في دور الثمانية. دور الثمانية بالظبط كده. فهي اول ماتش ده هو ده المقياس. وهو بصراحه المنتخب دلوقتي العناصر اللي فيه والجهاز يقدروا اللي هم يكسبوا كرواتيا. ولو عايز توصل دور الثمانيه انت لازم برضه تحاول تكسب الدنمارك عشان تحاول تعمل حاجه ثانيه يعني. احنا عايزين نعدي من الموضوع اللي احنا في اول ثمانيه، لا احنا عايزين نعمل حاجه اكتر يعني. لا ودايما بقول انه كاس العالم لكره القدم اللي هو كان متعه عشناها لمده شهر ده
كسر الثوابت الرياضيه، ما بقاش فيه اصل مش عارفه مين هيكسب ومين. في الاخر الارجنتين وفرنسا قابلوا بعض، ولكن حصلت مفاجات كتيره جدا واهمها المغرب. وبرده كانت من المفاجات ان السعوديه تفوز على الارجنتين، وان مش عارفه تونس تعمل ايه والمغرب تعمل ايه. فكل المغرب طبعا حاجه عمرك ما كنت تتوقع من بدايه البطوله ان المغرب هتوصل دور الاربعه. فكان في تكسير للثوابت الرياضيه. مظبوط مظبوط. قبل ما كاس العالم يبدا كمان كنت بتكلم في خبر من الاخبار، طول عمرك عارف مثلا ان امريكا هي دايما المحتله صداره كره السله العالميه، لا كان في التصنيف الاخير اسبانيا هي المتصدره. فده كان بعد 12 سنه امريكا بتنزلش من على الصداره. ففكره ان اسبانيا طلعت، ففي الفتره الاخيره حتى في الهاندبول على فكره، يعني فكره ان احنا نبقى في الاربعه الاوائل في الاولمبياد ده برده كان حاجه محدش يتوقعها. بالظبط. لكن بقى في تكسير للثوابت الرياضيه يا مودي، وفكره انه لا اصل مش عارفه مين ومين هم اللي هيوصلوا دول الاربعه، ومش عارفه مين اللي يمكن يكسب مين، ما بقاش فيه الكلام ده. مظبوط. فعلا ليه لا؟ انت اوريدي عملت في كاس العالم اللي فات مباراه مهمه جدا مع الدنمارك. اكيد. وكانت وانت خسرت منها خلينا نقول سوء حظ، يعني هو الموضوع انت كان لعبت اكسترا تايم مع منتخب الدنمارك وضربات جزاء والموضوع كان صعب. لكن زي ما انت بتقولي هو الموضوع خلاص، احنا اصل ايه الفرق بينك وبينهم؟ عندنا محترفين عندهم محترفين. بالزبط. عندنا جهاز فني محترم عندنا جهاز، عندنا بلاننج بيحصل عندهم بلان. فهو الموضوع خلاص يعني. بالزبط. انت ده عملت كل الحاجات اللي انت تجهز فرقتك اللي هي تنافس، ما فاضلش غير اللي انت بقى تطبق الكلام ده، وهو صحيح. ده اللي بيحصل الفتره اللي فاتت مع منتخب مصر الهاندبول يعني بصراحه. صحيح. طيب شايف قائمه المنتخب ازاي؟ هو القائمة المنتخب يعني هو اكيد اللعيب اللي احنا هنفتقده طبعا يحيى خالد، اكيد لعيب مهم جدا جدا طبعا. يعني ومع عدم وضوح احمد الاحمر هيعمل ايه، هي دي يمكن مش هقول المشكله، هقول المفاجاه في القائمه. اللي انت عندك مركز فيه اتنين لعيبه متعودين بقالنا يجي خمس تعتمد سنين تعتمد عليهم بشكل هم اللي شايلين مركز، الاتنين مش موجودين، مهاب ومحسن رمضان اتنين باكين كويسين جدا طبعا، بس هم رصيدهم الدولي مش كبير، هي دي اللي مخلينا قلقانين شويه. بس هم الاثنين يعني محسن رمضان بقاله كتير بيلعب في النادي الاهلي وموجود في قائمه المنتخب، ومهاب بقاله سنه بيلعب في المنتخب. عندهم فرص زي ما بقول لك، اللعيب الصغير عنده فرصه يا ياخدها ويمسك فيها يا هتروح عليه، دي فرصتهم. لكن بقيه المراكز كلها لا، انت عندك المزيج اللي ما بين الخبره والشباب والناس صحيح. اللي خلاص بقت نضجت في الهاندبول اللي هي تقدر تشيل منتخب مصر خلاص، والمحترفين انت عندك اعتقد 9 أو 10 محترفين. فدول المفروض ياخدوا المنتخب ويشدوه يجري يعني. صحيح صحيح. فكره المحترفين زمان انت عارف طبعا وحضرت ده بشكل كبير جدا، ان كان باب الاحتراف مش مفتوح بالشكل ده، وده يمكن هو اللي اخرنا شويه في اننا نوصل للمرحله اللي احنا فيها دي. يعني لو باب الاحتراف مفتوح من بدايه الالفينات ومن اواخر التسعينات بنفس الشكل اللي موجود دلوقتي، كان زماننا من فتره يعني ابعد من كده، كان زماننا موجودين في التوب فور سواء في كاس العالم في الاولمبياد في ومتصدرين زي ما احنا على عرش القاره الافريقيه. ولكن فرق فتح باب الاحتراف بشكل كبير، ده فرق معانا زي مودي كتير. انت كنت احنا يعني من 2011 لما انا من ساعه ما انا كنت موجود في المنتخب، من 2011 احنا كنا بنقابل الناس دي في كاس عالم، يعني احنا كنا بنحتك بالتوب ليفل في كاس عالم او اولمبيكس او حاجات كده. لكن لما انت يبقى عندك الاحتراف، اللعيب عندك زي ما بقول لك 8 9 الاحتكاك بتاعهم كلهم بكل ماتشاتهم كده، مش بيلعبوا في دوريات قليله ولا انديه قليله، ولا دوري فرنسي ولا دوري مجري زي يحيى خالد واحد درع، ولا سند في فرنسا، ولا محمد علي، ولا دودو، ولا سيف، كل دول في توب ليفل. ممدوح هاشم طبعا مش عايز انسى حد يعني، بس هم دول بيلعبوا في احسن دوريات في العالم. صحيح. فانت كل ماتش بالنسبه لك كاس عالم. والطيار في دوري الالماني. والطيار طبعا. فلما بتلعب مختلف تماما، غير لما انا بلعب في الدوري المصري. الدوري المصري من اقوى الدوريات وكل حاجه، بس هو بعيد عن التوب ليفل طبعا. فلما تيجي تلعب في الدوري المصري واجي اقابلهم في شهر واحد بيبقى الموضوع فيه شوك كده في الاول. يعني حتى لو هم قريبين مني بس انا عندي شوك كده مش صحيح. فهي المفروض فتح الاحتراف ده بيفرق طبعا. اللي احنا عايزين الاحتراف يزيد، لان اولا هيدي فرصه للعيبه ثانيه تطلع في مصر في اهلي وزمالك وسبورتنج، هيدي فرص لعيبه ما كانتش بتلعب في انديه تلعب في انديه كبيره. صحيح. واللعيبه ودي تفيد لعيبه المنتخب طبعا كتير جدا يعني. طبعا طبعا. وفكره زي ما انت بتقول يا مونزي، وانت اخرك الدوري والكاس، وحتى لما بتطلع مع النادي اللي انت بتنتمي له
وبتطلع تلعب مثلا سوبر افريقي، بطوله افريقيه لابطال دوري لابطال كؤوس، وما تقدرش تقول انه طب بس طبعا الزمالك او الاهلي بيتاهل لكاس العالم للانديه اول عن اخر، دول ماتشين ثلاثه، مش هم اللي هيحطوك في الـ في الـ في الاحتكاك الدولي الفظيع يعني. لا عادي يعني، مش هي دي القصه يعني. طيب فتره الاعداد اللي المنتخب بيعملها طبعا من معسكرات خارجيه وبطولات وديه دوليه وكل الكلام ده، شايفها كافيه ولا المفروض يبقى اكتر من كده شويه؟ ما هو هنرجع يعني هنرجع لنفس البوينت اللي هي لو احنا ما عندناش محترفين كتير فهي غير كافيه، غير كافيه. لكن انت عندك محترفين، العالم كله بيسيب المحترفين بتوعه قبل البطوله الدوليه بثلاث اسابيع مش اكتر من كده. احنا لما ما كانش عندنا محترفين كنا معسكر المنتخب بيبدا من نص 11 نبدا بقى نعسكر ونسافر نلعب ماتشات وديه ونعمل ونسوي. بس انت عندك النهارده نص المنتخب محترف، مش هيجي لك غير اخر اسبوع في شهر 12. طب انا ابدا اعمل فتره يجوا من بكره، فانا ابدا اعمل من شهر نص 11 فتره اعداد وانا نص الفريق مش معايا، مش الموضوع مش واقعي. فعشان كده زي ما انت الناس شايفه فتره الاعداد قليله لكاس العالم، لا هي مش قليله، هي الفكره اللي ده انت دلوقتي ماشيه بالسيستم اللي ماشي بيه العالم كله. الناس اللعيبه المحترفه بتيجي قبل البطوله الوديه بثلاث اسابيع، فانا شايفها فتره كافيه. وهم المحترفين هيجوا هيخشوا وينسجموا على طول مع الفريق، مش هياخد منهم وقت، وان شاء الله يقدروا يعملوا حاجه كويسه يعني في كاس العالم. يمكن في كاس العالم اللي فات كان ظهور مثلا لدودو بشكل كبير جدا، وكان هو من العناصر الشابه الصغيره اللي ظهروا قداح، يعني مش عايزين ننسى اسماء حد، بس كان في ظهور للشباب وظهور قوي ومنه الى الاحتراف. يعني دودو منه الى الاحتراف، حسن قداح خلاص المفروض انه هيحترف. فبكلم انه كاس العالم اللي فات كان في ظهور واضح للشباب اللي هم 2000 و2002 2000 بالظبط 98 2098 بالظبط. طيب شايف ان كاس العالم ده هيكون في حد هيظهر زي ما دودو وقداح ظهروا في كاس العالم اللي فات؟ هو كان دودو وقداح بس صح في كاس العالم اللي فات، يعني كعناصر شباب صغيرين، وكان في سيف وسيف الدرع كان موجود، وسيف وحميد بالظبط، وحميد كان موجود. هو بصي، هو في فرصه للعيبه زي دي، يعني مهاب ممكن يبقى عنده نفس الفرصه اللي هم اللي عندهم كانت في كاس العالم اللي فات تبقى عنده في كاس العالم ده. هي بتبقى خلاص، هم اللي حصل في 98 مواليد 98 و2000 كانوا لسه راجعين من كاس عالم، وفريق واخد ثالث عالم وفريق واخد اول عالم بالظبط. فاكيد اكيد اللعيبه دي لازم تخش في المنظومه، يعني ما ينفعش اكون عندي فريق بطل عالم وما اخدش منه لعيب او اتنين في منتخب اول، وما ينفعش يبقى عندي لعيب يعني. وزي ما قلت لك هو ده البلاننج اللي انا كنت بكلمك عليه. احنا لو بصيت للمنتخب، عناصر المنتخب من مواليد 2000 و2002 لغايه مواليد 88، الاجيال دي كلها يا ثالث يا رابع عالم. يعني 2000 رابع اول عالم، 98 ثالث عالم، 94 كانوا رابع عالم، 90 احنا كنا رابع عالم، 88 كانوا رابع عالم. فخلاص لما الاجيال كلها تبقى في التوب 4 في المنتخبات الناشئين والشباب، بتقدري تعملي توليفه كويسه في المنتخب الاول، ويجي كل سنتين تدخلي اثنين لعيبه كمان وتدخلي اثنين لعيبه كمان، هو ده اللي بيحافظ على مستواكي في الاربعه اللي فوق. صحيح. طيب خلينا نروح لباراندو. فكره ان باراندو مش متفرغ، ان هو يعني الاول كان متفرغ، والراجل لا حتى وهو مش متفرغ هو عامل معانا نتائج كويسه، احنا مش عايزين يعني نظلم القصه دي. والمدرسه الاسبانيه في اخر فتره، يمكن كنا حتى كان معايا كابتن هتلر في الحلقه اللي فاتت، وكنا بنتكلم انه يمكن مر علينا المدرسه الفرنسيه والروسيه والالمانيه، بس انا بشوف ان يعني اكتر المدارس اللي نجحت معانا سواء على مستوى المنتخبات او الانديه المدرسه الاسبانيه بشكل كبير، يعني مدرستها كمان بقت واضحه جدا على حتى اللعب في الدوري المصري، والسرعه والطريقه والثنائيات وفاست بريك، مش نفس بقى عارف انت فاكر زمان كنا لازم الخطه لو ما كملناهاش الكابتن يزعق من بره، اللي هو من الوينج دلوقتي للوينج ليفت، طب ما هو في مكان فاضي ممكن حد يخش، انا قلت تكمل الخطه من الاول للاخر. فلا بقينا الثنائيات والسرعه وبقينا متمشين مع كره اليد الحديثه يعني العالميه. ولكن فكره ان هو دلوقتي مدرب مش متفرغ، انت شايفها ازاي؟ بصي هي اكيد مش ميزه، يعني يعني مش هقول لا دي ميزه اللي هو مش صحيح. لا هي اكيد مش ميزه اكيد. هو بقى الموضوع هيقدر اللي هو في الفتره القليله اللي هو يجي ويعمل التوليفه اللي احنا بنتكلم فيها زي ما عملها في كاس العالم اللي فات، ممكن ما تبقاش بنفس الجوده، بس هو اثبت لنا اللي هو يقدر على كفاءه اللي هو يعمل
في اسبوعين اللي هو عايزه يعني. هو باوندو اثبت بهذا الكلام، مش محتاجين صحيح. نتكلم عليه يعني، هو ما بقالوش 6 شهور معانا، هو بقاله فتره وحقق معانا انجازات كويسه. صحيح. المدرسه الاسبانيه اصلا هي ميزتها معانا احنا في مصر اللي هي اسبانيا عاملين زينا، مش المدرسه اللي هي بتعتمد على الاجسام الطويله والعريضه والدفاع والشغل، هي عباره عن ازاي تدافع على الناس اللي بتلعب كده وازاي تهاجم على الناس اللي بتلعب كده. يعني هم اخترعوا طريقه اللي هو احنا ازاي نكسر الناس اللي مهتمه في الهاندبول بالاعداد البدني فقط، اللي هو انا عايز 2 متر 20 و2 متر 10 في النص لا، هو المدرسه الاسبانيه دي يعني طلعت عشان كده، فعشان كده هي متماشيه معانا. وانا اعتقد ان باوندو هيلحق في وجوده في المعسكر من الاسبوع الجاي اعتقد او اللي بعده، اللي هو يعمل التوليفه دي وان شاء الله باذن الله لا هو يقدر ان احنا نعمل حاجه في كاس العالم، بالذات اللي سكتنا ان شاء الله هو اول ماتش. انت توقعك ان احنا هنعمل ايه؟ مينيمم ان شاء الله دور الثمانيه. ان شاء الله مينيمم دور الثمانيه. الناس شويه يعني متخوفه او مش متوقعه قوي الوصول لدور الاربعه بالذات المره دي، ليه؟ ما هو خلي بالك ما احنا وصلناش دور الاربعه في كاس العالم اخر فتره، بس عشان وصلنا في الاولمبياد. بالظبط. بس هو برضه انت لو جيتي تبصيها انت انا اعتقد يعني هي تاني ارجع اقول الناس متخوفه يمكن عشان يحيى خالد. صحيح. بس زي ما قلت في اول الحلقه هو لعيب بيطلع لعيب بيخش. يحيى خالد ما فيش حد دلوقتي ممكن يقوم بالكواليتي اللي هو بيعملها في الحاجات اللي هو بيعملها في التوقيت اللي هو بيعمله، بس ممكن يكون لعيب بيعمل حاجات ثانيه. لكن انت بتكلمي دلوقتي انت عندك علي زين، عندك حسن قداع، عندك يحيى الدرع، عندك دودو، عندك سيف الدرع، عندك خمس سند كمان في الوينج. لا انا بتكلم في خمس في الخط الخلفي. بتكلم على الخط الخلفي وعندك كمان حلول في الخط الامامي حلوه جدا. وعندك حلول في الخط الامامي. فالخمسه سته اللي انا قلت لك عليهم دول مع وجود محسن ومهاب، طبعا انا مش عارف احمد الاحمر موقفه هيبقى عامل ازاي، وجوده اكيد اكيد يفرق مع المنتخب اكيد مليون في الميه. صحيح. بس القرار في الاول وفي الاخر يرجع له. هو صاحب القرار يعني. لكن انا مقتنع ان الناس اللي موجوده دي تقدر تعمل حاجه، تقدر زي ما بقول لك توصل دور الثمانيه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله، على الاقل نحافظ على اللي احنا عملناه ان شاء الله. كابتن مودي نورتني وشرفتني، وكنت سعيده جدا جدا بتواجدك معايا، وكالعاده يعني ارائك هاديه وراسيه وانا بستفيد وانا قاعده بسمعك بالتاكيد. ربنا يخليك والله. نورتني وشرفتني. انا بنورك والله وانا اسعد والله. شكرا. اشكرك وان شاء الله ترجع لنا في اقرب وقت ممكن، مفتقدينك جدا يا مودي. ان شاء الله باذن الله. ودي كانت حلقتنا من ملوك الصلاه، استنونا وحلقه جديده في نفس الميعاد يوم السبت ان شاء الله. سلام عليكم.